الحلقة 54 في تفسير جزء عامة تفسير سورة قريش. ما هدف سورة قريش؟ هدف سورة قريش هدفين. أول حاجة مطالبة قريش بالتوحيد شكرا لنعمة الأمن والطعام. تاني حاجة تعليمنا درسا أن ذكر فضائل الناس الحقيقية هو مفتاح قلوبهم للدعوة، وأن نقدهم مغلاق قلوبهم وسبب صدهم. طيب إيه الدليل من السنة على هذه القاعدة اللي جت بها سورة قريش؟ عن أم هانئ قال أن رسول السلام قال فضل الله قريشا بسبع خلال: واحد أني منهم، اثنين أن النبوة فيهم، ثلاثة والحجابة والسقاية فيهم، أربعة أن الله نصرهم بالفيل، خمسة أنهم عبدوا الله، ستة أنهم عبدوا الله عز وجل 10 سنين لا يعبده غيرهم، وأن الله أنزل فيهم سورة من القرآن. ثم تلاها بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. طب هل ذكرهم الله بهذه النعم في آيات أخرى؟ أيوة، قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. كان في أمن وأكل، أما سابوا الرسول بتاعهم بقى في جوع وخوف. لإيلاف قريش يعني لتعود قريش، إيلافهم تعودهم رحلة الشتاء والصيف، الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن. ولا تستطيع أي قبيلة فعل ذلك إلا قريش لأمنهم من الغارات. طب ليه قريش أمنة من الغارات؟ لأنها موجودة في الحرم، فأي قبيلة تغير عليها هتيجي في الحج تحتاج إلى قريش، فالقبائل ما كانتش تغير على قبائل قريش. فليعبدوا رب هذا البيت. لتعود قريش على رحلة الشتاء والصيف يجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت وحده ولا يعبدوا معه آلهة. الذي أطعمهم من جوع بسبب الرحلات دي وآمنهم من خوف بسبب وجودهم في الحرم. يبقى ربنا بيعدد نعمه عليهم ويطالبهم بالتوحيد. طيب السورة دي المستوى الثاني، السورة دي مكانها في مكة، نزلت بعد سورة التين، ترتيبها 106، عدد آياتها 4 آيات، عدد كلماتها 19 كلمة، عدد حروفها 73 حرف. ما الدليل على أن اللام في قوله لإيلاف متعلق بفليعبدوا؟ الدليل أن ده موافق للغة العربية وما جرى عليها أسلوب القرآن. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فربنا بيعدد النعم ويطالب الناس بالشكر، فأنعم على سيدنا داود وطالبوا بالعمل والشكر. وقود قولنا قول أئمة التفسير عن عكرمة وعن ابن عباس. ما الرد على أن اللام التي في قوله لإلاف متعلقة بصورة الفيل؟ يعني جعلناهم كعصف مأكول عشان قريش تبقى ألفة واحدة؟ غلط. الرد على ذلك نقل الإمام الطبري الإجماع على أنهما صورتان تامتان لا تحتاج كل صورة إلى أخرى. طب ما الرد على أن اللام في لإلاف متعلقة بفعل محذوف يسمى فعل التعجب؟ القاعدة أنه لا يقدر محذوف يمكن الاستغناء عنه، والأصل بقاء الكلام على ظاهره، لا نقدر محذوف إلا بقرينة. طب ما سبب أمن قريش من الخوف؟ السبب في ذلك دعوة سيدنا إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، أو وفسرها ابن زيد بقوله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء. ما الذي أمنهم منه؟ اختلف المفسرون، فالناس بيقولوا أمنهم من العدو والغارات والحروب التي كان العرب تخاف منها، ده تفسير مجاهد. وفي تفسير تاني ابن عباس أمنهم من الجزام، وتفسير تاني
أمنهم مما يخافونه. ده عام بقى يشمل كل حاجة، وده الراجح اللي رجحه ابن جرير الطبري، وجزاكم الله خيرا.